في الأسواق العالمية. معنا من عمان السيدة لينا قنوع، محطة أسواق مالية في إيكويتي جروب. أحييك لينا. دعيني أبدأ مما انتهى منه التقرير، وهو الذهب ومر في يعني هو أسوأ أداء له في سبتمبر كان من 4 أعوام، ولكن رغم ذلك الذهب كان على مكاسب. إلى أي حد تعتقد أنه فرص الذهب بالعودة فوق مستويات الـ 1900 دولار الأونصة ما تزال ماثلة؟ مرحبا بك. بالفعل نحن نتحدث عن أسعار الذهب التي انخفضت خلال شهر سبتمبر بتقريبا ب 4.17% والعامل الرئيسي في تراجعات أسعار الذهب من المستويات التي وصل إليها مستويات 2075 دولار بعد أن لامس شهر سبتمبر مستويات 1800 تقريبا و48 دولار، يعني في التحركات الآنية قبل أن يغلق عند مستويات تقريبا 1885 دولار. لا فالتوقعات يعني نحن ما زلنا نرى أسعار الذهب الذي ارتفعت من القاع الذي حققته في شهر مارس تقريبا مرتفعين 30%. حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق بفعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أيضا والمحفزات أو التوصل إلى آمال بهذه الاتفاق بحزمة التحفيز بين الجمهوريين والديمقراطيين سيكون لها تأثير على أسعار الذهب. لكن إذا نحن عدنا للتاريخ وإذا رأينا أسعار الذهب كما متعارف عليه أنه أسعار الذهب وقت الأزمات والتوترات السياسية، لكن بالفعل عندما يحدث أي انخفاض في أسواق العائد المرتفع يتابعه أو يقابله انخفاض في أسعار الذهب. الآن يعني إذا حصل أي حزمة تحفيز سوف نرى ارتفاع في أسواق العائد المرتفع كما رأينا، كما قامت البنوك المركزية من قبل بضخ السيولة وحزم التحفيز، فبالتالي ارتفعت أسعار العائد المرتفع ومن بعدها ارتفعت أسعار الذهب. أنا أتوقع على المدى المتوسط والطويل أن تبقى أسعار أن ترتفع أسعار الذهب إلى المستويات 2075 وخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفي ظل أيضا انخفاض أسعار الفائدة المتدنية والحفاظ على برنامج شراء الأصول. فنظرتنا صاعدة لأسعار الذهب، لكن على المدى القصير يعني سوف نشاهد حالة من التذبذب. طيب لينا، يعني ما تزال يعني لدينا الولايات المتحدة الأمريكية عن الجهات المسؤولة تحاول أن تحفز، تقدم خطط التحفيز ترفض بين الحين والآخر، يعني مساعي من مجلس النواب وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية، الرئيس الأمريكي كذلك. بدأنا نلاحظ أنه الشركات اللي أكثر تستفيد من خطط التحفيز أسهمها كانت متراجعة مثل أسهم قطاع الطيران. لأي حد هذا الموضوع حيلعب في الدولار طالع نازل لفترة من الوقت؟ نعم، التوقعات بالنسبة للدولار الأمريكي هو يعني بالفعل سوف نبقى نحن في تذبذبات حتى التوصل إلى كما ذكرت إلى حزمة التحفيز التي لديها الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. الديمقراطيين يريدون 2.2 تريليون دولار مقابل الجمهوريين 1.1 تريليون دولار، فبالتالي سوف يعني أي تأخير في هذه المحادثات بالتالي هو سوف يدعم الدولار الأمريكي. لكن التوقعات ما زالت أنا برأيي سوف يعني اتجاه هبوطي للدولار الأمريكي، لا أتوقع أنه أن يستمر يعني حالة التذبذب ستبقى على الدولار الأمريكي. وكما ذكرنا نحن في الأسواق الآن في حالة هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المرشح سيكون في أو يتولى ولاية أمريكا في 8 نوفمبر، كلها يعني تصب الأنظار حول هذا الموضوع، أي من المرشحين سوف يكون له تأثيرات على الدولار الأمريكي. فالتوقعات أنا ما زلت أنه سوف يكون في تذبذب للدولار الأمريكي وسنشهد صعود وهبوط بعد ذلك، بس لكن توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل بسبب جائحة الكورونا وأيضا ما زالت عدد الإصابات في فيروس كورونا هناك بحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي والتحفيز والإجراء
الإجراءات الحكومية التي تقوم بها البنوك المركزية، فبالتالي هذا ليس لصالح الدولار الأمريكي، سوف يكون لصالح الذهب، فنتوقع الارتفاعات لأسعار الذهب. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان.